ماذا تعتقدون أن يقوم البرلمان للأفريقيين في المفجر بتقديمه إلى دول الربيع العربي حاليا مصر وليبيا والتونس في ضوء أن المغرب على ما سمعت أنها ليست عضو في منظمة الوحدة الأفريقية؟ شكرا. شكرا للأخ الفاضل. فمصر احنا نقوله مصر أم الدنيا، ومصر كانت عضوة في البرلمان الإفريقي وعضو فاعل إلى حين هذا الربيع العربي الذي حل وتجديد الانتخابات بالنسبة لمصر، والبرلمان الإفريقي ينتظر قدوم منتخبي البرلمان المصري بالنسبة للبرلمان الإفريقي بفارق الصبر، مثل ما هو الشأن بالنسبة لليبيا وبالنسبة لتونس. ما يخفاكمش أن المغرب ليس عضو في البرلمان الإفريقي ولا في الاتحاد الإفريقي، فهو بلد شقيق، بلد إفريقي، ونتمنى إن شاء الله أن ترجع الأمور لجادة الصواب وأن يرجع للحظيرة الإفريقية التي هو جزء منها. فالبرلمان الإفريقي مثل ما قال السيد الرئيس هو جديد النشأة، أنشئ هذا البرلمان في 18 مارس 2004، والآن رانا في العهدة الثانية، ففي فترة قصيرة جدا قطع أشواط كثيرة بقيادة الأخ الفاضل الدكتور إدريس ندلي موسى، ونحن الآن نربط علاقات مع كل البرلمانات القارية عبر العالم، وتربطنا علاقة بالبرلمان الأوروبي، ببرلمان الصين الشعبية، ببرلمانات اليونازيرا بأمريكا اللاتينية، وبعدة جهات. فاليوم مثل ما تعلمون بأن العالم أصبح قرية، ونحن نسعى في البرلمان الإفريقي من أجل تتويج هذه الوحدة الإفريقية. يخفكمش أن قوافل الشهداء ماتت من أجل تحرير إفريقيا، فنحن الآن نقدم الجهد لبناء الوحدة الإفريقية في إطار هذا العالم، هذا العالم الذي نحلم ونتمنى أن يكون نظام عادل، نظام يخدم كل القارات على سواء. فمصر الشقيقة هي عرصة وهي ركيزة من ركائز ليس البرلمان وحده ولكن من كل الهياكل، فنتمنى التوفيق والنجاح لما اختاره الشعب المصري الشقيق، ونحن ننتظرهم مثل ما قلتك باش يكون إن شاء الله يرجع للبيت ويرجع للبرلمان الإفريقي الذي هو في أمس الحاجة إليه ولخبرته، وقد برهن على ذلك حتى قبل الثورة. شكرا.